دكتور مروان الزرعوني، استشاري جراحة تجميل، رئيس قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى راشد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفس الوقت رئيس جمعية الحروق والجروح في الخليج. اليوم بتكلم عن النصائح اللي ممكن نعطيكم إياها. من النصائح هاي اختيار جراح التجميل، والاختيار هذا نعرف أنه صعب لنا وصعب لكم، فأفضل أنكم أنتم ما تتبعون السوشيال ميديا أو الإعلانات أو الدعايات اللي نحن ممكن نشوفها في كل دول العالم. فأفضل أول شيء أن الشخص يختار الطبيب عن طريق ممكن يكون حد عمل العملية هاي، أو بس الطريقة عن طريق جوجل. جوجل تسوين سيرش، بعد السيرش تشوفين هالطبيب شو الخدمات اللي قاعد يقدمها، هل الخدمات هاي مطابقة للكلام اللي نحن نسمع عنه أو لا. بعد ما نشوف هالشيء ممكن نشوف عدد الحالات اللي هم سوينها، طريقة إجراء العملية هاي. فيوم تزورين الطبيب في عيادته اسمعي له، اسمعي الجواب، السؤال هل الجواب هذا مطابق للي أنت شفتيه في جوجل، أو مطابق للكلام اللي سمعتي عنها أو لا. إذا شفتي أي اختلاف معناه الطبيب هذا ممكن يكون صادق في كلامه، لكن نفس الوقت ممكن يكون هو قاعد يتلاعب عليك أساس أنه يقنعك تجرين عملية معينة أو يقدم لك خدمة معينة وهالخدمة ما تكون مناسبة لك. فيفضل أول شيء تسوين سيرش كامل على الطبيب، ثانيا زوري دكاترة ثانيين، الدكتور الثاني والدكتور الثالث، وشوفي هل في تطابق بين الأفكار وبين المعلومات اللي قاعدين تاخذينها من الدكاترة أو لا. إذا في اختلاف هم معناه ممكن يكون في فرق في طريقة إجراء العملية، لكن الاختلاف عدد إن يكون بسيط ما يكون كبير. وفي النهاية أتمنى أنكم ما تسمعون أو تشوفون السوشيال ميديا، أنتوا بروحكم سووا سيرش على الطبيب، وممكن تلجؤون للجهات الحكومية أو الجمعيات اللي موجودة لجراحة التجميل في الدولة اللي أنتوا عايشين فيها، وهم ممكن يفيدونكم أكثر بالمعلومة عن العملية، بالمعلومة عن الطبيب، وطريقة استخدام طريقة إجراء العملية، وطريقة استخدام المواد اللي ممكن تكون لمصلحتكم أو مواد ممكن تضركم. وفي بعض الناس يستخدمونها بطريقة غير قانونية وغير شرعية ويتكلمون عنها في السوشيال ميديا أن المواد هاي تفيدكم ورخيصة، والناس تلجأ للرخص لكن ما تشوف من الناحية السلبية أن الرخيص ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية، وهاي المشاكل ممكن نشوفها لسنوات في المستقبل وتكون الأمراض مزمنة وصعب علاجها. وشكراً.